أحضر وأن أناقش وأن أساهم في موضوع حساس وخطير، هو موضوع التربية والتعليم. ويسعدني أن يناقش هذا الموضوع من قبل هيئات متعددة، كلما كان النقاش من طرف مؤسسات وهيئات ومجالس في مختلف ربوع المملكة إلا وفرض الموضوع للنقاش وجعل في صلب النقاش العموم، حتى لا يبقى كما قيل في جلسات سابقة أن يبقى محصورا في فئة محددة. فموضوع هذه المداخلة هو التربية على القيم في مناهج أو في منهاج التربية الإسلامية. ففي ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم وأمام عولمة كاسحة باتت معها الأفكار عاملة للقارات، يراد من خلالها تلميط القيم. وأي قيم يراد تلميطها؟ إنها قيم الغالب، كما قال ابن خلدون رحمه الله نحلة الغالب. فالمغلوب دائما يكون معجبا ومولعا بالغالب فيقلده في كل شيء، في الملبس وفي المأكل وفي غير ذلك، وهذا حال أمتنا اليوم. إذن فالغالب يريد أن ينمط القيم ويفرضها على الآخر دون مراعاة للخصوصيات الثقافية والقيمية. فقد أصبحت القيم الغربية تغزو مدارسنا وبيوتنا وإعلامنا في اللباس ونوع الحلاقة والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك مما يجعلنا أو يجعل قيمنا مهددة في عقل دارنا. الشيء الذي يجعل الفاعلين في مجال التربية والتعليم يدقون ناقوس الخطأ. ومن هنا تبرز أهمية إدماج القيم في منظومة التربية والتعليم باعتبارها قاطرة التنمية في المجتمع، لأن تنمية المجتمعات مبنية على منظومة التعليم، ومنظومة التعليم مبنية على القيم الضامنة لعملية الإنشئة السليمة وبناء نموذج المواطن الصالح المرغوب فيه. وأمام هذه الإشكالية نطرح التساؤل التالي: ما المقصود بالقيم؟ وما أهميتها في منظومة التربية والتعليم؟ وما الأسس المرجعية للقيم في منهاج التربية الإسلامية؟ وما آليات تنزيلها على أرض الواقع؟ أي واقع التربية والتعليم. هذه الأسئلة سأحاول الإجابة عنها في هذه المداخلة التي قسمتها إلى مقدمة مفاهيمية أعرف فيها القيم لغة واصطلاحا وثلاثة مباحث وخاتمة. أما القيم فمن الناحية اللغوية لن أطيل فيها، وإنما أقف مع المعاني التي لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فقيمة الشيء قدره ومكانته وثمنه، وشيء ذو قيمة أي ذو مكانة، وشخص ذو قيمة في المجتمع أي له مكانة واعتبار. والشيء المستقيم، الشيء القويم المعتدل. أما في الإصطلاح فالقيم تختلف من حقل ومن مجال إلى آخر، لأهمية القيم تهتم بها جميع المجالات وجميع الحقول التربوية والنفسية والاجتماعية والفلسفية وغيرها. لكن الذي يهمنا ما دون نتكلم عن التربية والتعليم هو تعريف أهل التربية. قد جاء في المعجم التربوي للقيم أن القيم هي مجموعة من القواعد والمقاييس
الصادرة عن جماعة ما ويتخذونها معايير للحكم على الأعمال والأفعال، ويكون لها قوة الإلزام والضرورة والعمومية، ويعتبر أي خروج عنها بمثابة انحراف عن الجماعة ومثلها، كما عرفت بأنها محطات ومقاييس تحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسنها وقيمتها أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها أو في منزلة معينة بين هذين الحدين. وهناك تعارف كثيرة، إلا أن رغم اختلافها ورغم اختلاف مشاربها واتجاهاتها فهي تتقارب ولها مدلولات متقاربة، فهي تشترك في كون القيم هي مجموعة من القوانين والمقاييس النابعة من الجماعات، والتي تعتبر معيارا لتوجيه سلوكات وتصرفات الأفراد والجماعات وضبطها والحكم عليها بالقبول أو الرفض، بالحسن أو القبح، وكل خروج عنها يعتبر خروجا عن قيم الجماعة ونظامها. أما تعريفها في الفكر الإسلامي فقد عرفوها بأنها مجموعة الأخلاق التي تصنع الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من أجل العقيدة والنفس والأسرة، كما عرفوها بأنها مجموعة نسق القيم الأخلاقي التي حددها القرآن الكريم كمعيار للسلوك الإنساني في إطار الخير أو الشر، أي تحديد قرب هذا السلوك أو بعده عن المتن العليا التي تمثل المحكام الأساسية للأخلاق في المجتمع الإسلامي. فالقيم عموما هي مجموع الفضائل والأخلاق الموجهة لسلوك الأفراد، إلا أن مصدرها في الفكر الإسلامي كما رأينا هو القرآن والسنة، ولذلك فهي تتميز بنوع من الثبات والإلزامية، بينما مصدرها في الحقول الأخرى هو الجماعة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد، وعليه فهي تختلف من جماعة إلى أخرى، فنقول إنها غير ملزمة أو غير عامة، لأن ما هو مقبول في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، وما هو حلال في مجتمع قد يكون محرما في مجتمع آخر. أما عن أهمية القيم في منظومة التربية والتعليم فنقول إن ما تعيشه المجتمعات المعاصرة من انتكاسة على مستوى القيم والأخلاق يجعلنا نقول بحق إننا نعيش اليوم وعلى الصعيد العالمي أزمة انهيار نظم القيم بسبب التغيرات الكبيرة التي أصابت بنى المجتمعات وأنماط الإنتاج وسيولة المعلومات وهياكل العلاقات الأسرية والاجتماعية والدولية ومضامين وأشكال القوانين التي باتت تنظم كل ذلك، مما زج بالإنسان المعاصر في أنواع متعددة من المعاناة كالإحباط وخيبة الأمل والإحساس بالاحتراق والشعور بالضعف وغيرها. وبلدنا المغرب ليس بمنأى عن هذه الأزمة، أزمة الأخلاق وأزمة القيم، لا على المستوى الاجتماعي حيث انتشار الفساد المخدرات الرشوه الغش الخيانة، وعلى جميع الأصعدة وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، ولا على المستوى التربوي حيث انتشار ممارسات لا مدنية والظواهر المنافية للمواطنة من قبيل الغش، عدم احترام الأدوار، الإضراب بممتلكات، اكتساب طاولات، ما نراه في المدارس، بعض أشكال العنف وغيرها من السلوكات التي تثبت العديد من الدراسات تزايد انتشارها في المجتمع وفي بعض المؤسسات التعليمية. وكان آخر هذه الدراسات تقرير المجلس الأعلى للتعليم الصادر يوم 20/4/2017.
الخروج من هذه الأزمة يتطلب منا إعادة النظر في نظم الطبوية باعتبارها المدخل الصحيح للإصلاح. وقد أثبتت التجارب أن الدول والبلدان التي تمثل اليوم قوى صاعدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا وغيرها هي تلك التي استثمرت في الرأسمال البشري وفي تكوين المواطن المؤهل المتشبع بقيم المواطنة وبثقافة الحقوق والواجبات، وجعلت همها تربية الإنسان ولا شيء غير التربية. إن التعليم والتربية وجهان لعملة واحدة وجناحان لطائر التنمية لا يمكن الفصل بينهما، وإن الفصل بينهما كما هو الحال في كثير من النظم التعليمية، ومنها بلدنا الكريم هو الذي أعطانا هذا الانفصام في الشخصية. فكثير من الحاصلين على الشهادات بل على أعلى الشهادات من أطباء ومهندسين وموظفين ساميين وأساتذة وغيرهم تنتشر في صفوفهم أنواع من السلوكات اللامدنية كالشواء والغش والخيانة، وتفتقد أو يفتقدون إلى قيم الرحمة والصدق والأمانة والتعاون وغيرها لأنهم تلقوا علما دون تربية. ولذلك بدأت الكثير من الأصوات اليوم والأقلام المهتمة بمجال التربية تدعو إلى إعادة الصلة بين التربية والتعليم. كثير من المتعلمين تجده دكتور ما نمشي عندك دكتور، علاش؟ لأننا فقدنا التعليم وحيدنا لرجل التعليم دور التربوي وأصبح معلما غير مربي، بينما المنظومات ينبغي أن تجمع بين التربية والتعليم. فإذا كان الإنسان هو محور الحياة فإن مدار النظام التربوي في أي مجتمع من المجتمعات ينبغي أن يهدف إلى الارتقاء به أي بالإنسان، وإن أي تغيير للنظم والهياكل إذا لم يصحبه ويسايره تغيير للإنسان في جوهره فهو مضيعة للوقت في دوامة التجارب الفاشلة ليس إلا. وإن الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، وإن أولها لم يصلح إلا بتغيير الإنسان. ونرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حالة الجزيرة العربية وكيف استطاع أن يغيرها في ظرف وجيز عندما غير إنسان. ومن ثم تظهر أهمية التربية على القيم، وتظهر معها أهمية المدرسة ودورها في الإصلاح والتغيير باعتبارها نوعا مجتمعيا بالغ الأهمية في صيانة الثوابت الوطنية، كما أن التربية على القيم هي إحدى الوظائف الأساس للمدرسة لكونها فضاء للتنشئة الاجتماعية وممرا ضروريا لكل الأطفال. فتلميذ اليوم هو طالب الغد وإطار المستقبل. الأسس المرجعية للقيم في منهاج التربية الإسلامية يمكن إجمالها في أربعة. الأساس الأول الذي تعتمد عليه مادة التربية الإسلامية ومنهاجها في تربية الناشئة على القيم هو الدين الإسلامي. فالدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وبالتالي فهو المحدد للقيم التي يجب أن تؤخر سلوك المغاربة، ولا يمكن تصور أي قيمة ولا فهمها خارج هذا الإطار. فالقيم الكونية المشتركة من الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها إنما نفهمها فهما سليما يتماشى مع الخصوصية الإسلامية. الأساس الثاني هو الدستور المغربي باعتباره القانون الأسمى للدولة، فإنه جاء بمنظومة من القيم المشتركة التي تجمع بين مفاهيم الهوية والانتماء والحرية والعدالة والمساواة والواجب وغيرها، وذلك في انفتاح على القيم الكونية، وهو ما يلقي على عاتق المدرسة مسؤولية مواكبة وتنزيل هذه المبادئ ونقلها إلى الناشئة. الأساس الثالث هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره وثيقة الإطار التي تحدد المعالم الكبرى للإصلاح التعليمي التي تتمثل في الانطلاق من مبادئ كبرتهم القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والإيديولوجية والقيمية والاقتصادية لبناء مقومة مشروع إصلاحي يروم إحداث تغيرات على مستوى النظام التعليمي.
فقد حدد الميثاق القيم التي يجب أن تتضمنها المناهج والبرامج الدراسية واعتبارها من المرتكزات الثابتة، وهي أولا قيم العقيدة الإسلامية، ثانيا قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، ثالثا قيم المواطنة، ورابعا قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. وهي مرتكزات تهم كل المواد الدراسية دون تمييز، فهي جميع المواد مطالبة بتقاسم نقل هذه القيم إلى المتعلم وترسيخها في سلوكه عبر المناهج والبرامج والكتب الدراسية، وبالتالي فهي ليست خاصة بمادة التربية الإسلامية. الأساس الرابع هو منهاج التربية الإسلامية. إذا كانت المناهج والبرامج والكتب المدرسية هي المضمون الرئيسي للميثاق الوطني، فإن منهاج التربية الإسلامية الذي تم تعديله ومراجعته استنادا إلى التوجيهات الملكية الصادرة بالمجلس الوزاري المنعقد بالعيون يوم 6 فبراير 2016، والتي ركزت على إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السبعة وفي صلبها المذهب المالكي السني الداعي إلى الوسطية والاعتداء وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية، فإن هذا المنهاج يتطلع إلى أن يكون المتعلم متشبعا بقيم الدين الإسلامي ومعتزا بهويته الدينية والوطنية، منفتحا على قيم الحضارة المعاصرة، ملما بقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان المنسجمة بالطبع مع خصوصيته الدينية والوطنية الحضارية، متمسكا بالسلوك القويم المعتدل والمتسامح والمدن العليا المستمدة من روح الدين الإسلامي. كما يهدف هذا المنهاج إلى التثبت أو التشبت عفوا بالهوية الدينية والحضارية للمغرب، ترسيخ قيم التوحيد وقيم الدين الإسلامي، تعرف المتعلم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصدها وفقهها. أما آلية تنزيل هذه القيم في منظومة التربية والتكوين فكثيرة، منها آلية الخطاب الذي تمثله المناهج والبرامج والكتب، آلية القدوة وهي أهم آلية، وذلك بتقديم المربي أو المعلم مثالا ناجحا مجسدا للقيم المراد تبليغها من خلال تصرفاته وسلوكها اليومي. فلا يكفي تمكين المتعلمين من التصورات والمفاهيم النظرية حول القيم، بل ينبغي ترجمتها إلى سلوك عملي. آلية الأنشطة في مختلف الأندية، آلية تسيير المؤسسات بطريقة ديمقراطية. نختم بأهم هذه النتائج والتوصيات التي أجملها في ما يلي. أولا، إن إصلاح منظومتنا التربوية متوقف على أولا الاعتراف بداية بفشل منظومتنا التربوية الحالية في تحقيق الإصلاح والتنمية، وهذا يثبته الواقع وتثبته التقارير المحلية والدولية التي تصنف منظومة التعليم في المغرب في أدنى المراتب. ثانيا، الإرادة السياسية للإصلاح والتغيير، وهذه الإرادة ينبغي أن تترجم من خلال الممارسة الديمقراطية وإشراك كل مكونات المجتمع في الإصلاح دون إقصاء. ثالثا، إشراك المعنيين بالأمر، وأقصد رجال ونساء التعليم، في عملية الإصلاح وإسناد الأمر إلى أهله، فإن إسناد الأمر إلى غير أهله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رابعا، إعادة الاعتبار لرجل التعليم ماديا ومعنويا، والقطع مع زمن التنكيت والتحقير واستهداف المعلمين والمربين. فقد سئل رئيس وزراء اليابان عن سر التطور الذي تعرفه في اليابان، فأجاب: أعطينا المعلم راتب الوزير، وحصل دبلوماسي السفير، ومكانة إمبراطور. لهذا نجد رجال التعليم عندهم يحظون بمكانة رفيعة. وفي ألمانيا طالب القضاة برفع أجورهم، فأجابتهم مستشارة ميركل: إن المعلمين هم الذين يخرجون لنا القضاة والمهندسون والأطباء ورجال الشرطة وغيرهم، أما أنتم فماذا تخرجون؟ وأما مؤسسة الغفورة
فقال: أظن أنني لم أقم بالمعجزة في سنغافورة، أنا فقط قمت بواجب نحو وطني، فخصصت موارد الدولة للتعليم، وغيرت مكانة المعلمين من طبقة الدنيا في المجتمع إلى المكان اللائق بهم، وهم من صنع المعجزة. خامسا، أقطع مع سياسة الاستعجال وتبديل المال العام، فالاستعجال يساوي الارتجال، فلا بد أن نأخذ الوقت الكافي وأن نستفيد من التجارب الناجحة دون أن نتخلى عن هويتنا. سادسا، إعادة الصلة بين التعليم والتربية. سابعا، أن يشارك الجميع في ترسيخ القيم لدى الناشئة لأنها مسؤولية مجتمعية، فإلى جانب المدرسة هناك الأسرة والإعلام والمسجد والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بمجال التربية والأخلاق، فلا نلقي باللوم على رجل التعليم وعلى منظومة التربية والتعليم. وفي الأخير، وأمام ما يعيش العالم اليوم من أزمة على مستوى الأخلاق، نقول: ما أحوجنا اليوم إلى عقد قمة عالمية حول القيم على غرار قمة المناخ، وما تلوث المناخ وفساد البيئة إلا نتيجة حتمية لفساد الأخلاق والقيم. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.